بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة رمضانكم، ورب إن شاء الله يتقبل منا ومنكم، إن شاء الله يا رب يرفعنا هذا الوباء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم خوتي مثلا نتخصص في موضوع، وإنما مفهوم عام على بزاف صوالح، راح نطول شوية نوعا ما. بون خير، البارح والتعليق شوية كشغل شوية ما نفهم الإنسان هذا واش كان، باش ما يغلطش. اسمع أخي، أنايا كي قلتك بلي هذو راهم يخلطوا، أني عارف واش نقول لك، رامي خلطوا سي، ولكن هذا لا يعني ان انسان ما يعرفش الشون، ما هوش مربي، حاشا ولله. ماشي يعني على كل حاله، كاين ناس الله يبارك، انا ما لاباليش نيتهم لا اسكر يا خويا، كاين الله يبارك يبغي الناس ونحسن الظن فيه، بصح الله غالب ومش عارف اللي ما يعرفش الشون. ها هو المشكل، علم الناس بالغلط ياك تلاباك وذا الشيء. انا فهمت الموضوع تاعك، المنشور تاعك فهمته، التعليق تاعك فهمته، بارك الله فيك على كل حال. مي بصح هما مش باين يتراجعوا بلي ودي هما راهم غالطين وما يعرفوش شنو. ها هو المشكل تاعهم، بديتهم العزه بالنفس، هذا هو المشكل. على بالك كيفاه ما ينجمش عنده قناه 5 سنين ولا 6 سنين هو يعلم الناس في الفون، تجي انت من نهار تقول له كاع اللي علمته راك تعلم في الفون، على بالك كيفاه ما بالكش. يا وي تشوفها يا محمد، ما يطيقش ما يتراجعش. وهذا لازم له قوه ولازم له شجاعه كبيره بالانسان كي يكون غلط ويتراجع لك. فهمت كيفاه؟ فيما انه كاين ناس، مازالت ناس مازالت تسب يا خوتي، مازالت تطيح، مازالت تشتم الغاشي. تارك حال قناه بتشتم ولا بتعلم الناس بسقسيك. نرمم الناس المتتبعين، انا دوك صايد الانسان عرفتو كي داير يا خويا، صاي ماذا ما يستحيش، افعل ما شئت. الله يسهل حبيبي، الله يهديك على كل حال، ماشي الله يسهل، الله يسهل على الناس اللي يبغي يتعلم. دوك نخاطب الناس اللي يبغي يتعلم، سمعوا مليح يا خوتي، قبل ما ديروا قاعده للتغريد وقبل ما تتفقوا ولا تتفقوا ولا حاجه، تتفقوا على قانون في اليوتيوب. وهذا القانون كيف واش يقول؟ باذن الله هذا القانون، كل واحد يشتم ولا يسب عنده الاولى عقوبه الاولى 3 ايام ما يهضروش معاه، وما يهضروا معاه ما يدخلوا القناه تاعو 3 ايام، وبعد مره 3 ايام ما يجوزناش باش نهجروه. هذه شرعا يا خويا، عاود سب اعطولو مهله، اعطولو زيدوا له 15 يوم ولا ما على باليش. الثالثه لا عاود سب كملوا معاه ضربه وحده، باسكو علاه الانسان مش عارف يتسقم، مازال يسب الغاشي. اتقي الله في نفسك يا اخي، اتقي الله في نفسك، تطيح في الغاشي وتسب الغاشي. الله يهديكم يا اخوتي، والله الله يهديكم. هاو المشكل يا خويا، تسب للناس وانت ما تعرفهمش ودارك مورا اليوتيوب، سب له في وجهه، تكون تلاقى مع ناس قسما بالله غير فركتوك. احنا ماناش باغي الفتنه وماناش باغي توصل لهذه الحاجه والعيب وعقليه هذا الراي صغار، هذا يحلف في ذاك. يا خويا جينا نتعلمو ولا جينا ندقو حنايا؟ ها كون ريحت انا في مش عارف وين كنت كاع انا. صالح الجلالي، هذا القانون اكدوا ليه، اي واحد يغلط يشتم ولا يسب يا خويا هجروه فوق 3 ايام، فوق 3 ايام نعاودو نرجعو ليه، عاود سب نعطولو 15 يوم، الثالثة سب كملو معاه ضربة وحدة، هكا بيترباو الاخرين. باسكو ليا الهضرة ما تربيش، ما كاش لي يديها فيك، وكل واحد داير روحو شيخ، ما تعرفش الشون زيد تطيح. كون وجدت معليش يا خويا، كاين ناس والله الله يبارك نشهد لهم يا خويا، صح شي امور راك ما يعرفوش الشون والله غالب موش متمكنين قوي، امور ماشي كاع امورهم غلط، ما نفهموا انا الناس اللي راهم يخلطوا، ماشي كاع امورهم غلط في ميدان التغريد، في بعض الاخرين الاغلبيه يقول اغلبيه تاع الشون غالطين فيه. السلام ورحمه الله. بون شكون نقولوا؟ الله غالب يخوتني في العمل، سما راني شغل نحبس الفيديو ونرجع، راكم عارفين الوقت الله غالب. سمعتوا يا اخوان،
قبل ما تفهموا لا شو تفهموا هذا القانون. الناس اللي راه يتسب بيترباو كاش مشكل كاع خويا، ماذا بينا نترباو هنايا كاع رانا ناقصين علم. واش نقول لكم خوتي، الله يهدينا، هذا واش نقول، الله يهدينا. ومانيش باغي ندخل في داك البوليتيك تاع القناه اللي صار داك، يرحم بابك، وانا مانيش هذو الصوالح. وماذا بينا واحد ما يدخلنيش في لعبهم باي سؤال يحرجني شويه نوعا ما، انا راح نجاوب صراحه، انا ما بغيش سؤال ما نجاوبش عليه بصراحه. بون زيدوا السؤال الثاني. كان انسان الله ماني حاسس شكون هو، قال لي العربي ماذا بك تقاسم معنا الشغل اللي عندك وديرنا في كذا كذا في اليوتيوب وتقرا. واش نقول لك حبيبي، نكذب بعدين نقول لك ندير لك شون في اليوتيوب؟ نقول لك على ما ندير لك شون في اليوتيوب؟ انا تجي عندي حبيبي والله غير نعطيك شون ما تامنش عقلك كاع، والله غير نعطيك شون ما تامنش عقلك، وتدريسي ما شاء الله وتبيع بالسومه كاع، الا قبيت تخدم على روحك الله يعاونك يا خويا، الله يعاونك، تترشق ولا تبيع الله يعاونك. انا عندي حاجه، كلمه حاجه ما نحوش نفهم الانسان شنو يدير بها، بشرط واحد ما يدرهاش برك، ما يخسرهاش لا فالور تاعها. دوك انت كي ندير لك انا شون في اليوتيوب هكا، عشان واحد راه يشوفه، شحال واحد راه يديه، شامل واحد يقول لي يا اخي يا قايدو ماشي غير انت صراحه، انا مادام ندير في اليوتيوب قايدو هاي لافالور تاع المقرينا طيح. ديجا انت اصلا كي تدريسي حاجه وتسيب الناس قام يدريسي بداك الشون صراحه، كيفاش يصير لك؟ نهضروا صراحه كيفاش يصير لك، صار لك كيما نقول، كيفاش صار لك كيما نقول، تشري حاجه، تشري حاجه لبسه تبغي تشري انت الاول، نقول انت شريتها الاول، نبغى تسيب كاع الناس لابسينها، عباك كيفاش يصير لك؟ تكرهها انت، تكرهها روحك، الذوق تاعها يروح، مام قيمتها، قيمتها ما توليش عندها ساويه. بصح ما تجيش كيما انسان يدير سي كل واحد يدير هذا، يدير سي بشون هذا، ولا يدير سي بشون هذا، ولا مقنين تاعو كيفاش داير. هذه هي المتعه، هذه التنافس مليحه، هكا هكا الذوق، هكا هكا جور تاع المقنين. معليش المهم خوتي، ما كاش مشكل حبيبي، تجي عندي نعطيك شغل، والله مش مشكل، انا نسكن في شلف على كل حال، تجي عندي مش مشكل خويا. بون كاين سؤال ثالث، على شكل مشروع ولا ما نبغيش، واش نبغي يديروا هذو؟ الله يعاونكم خاوتي، الى حاجه خير مش مشكل، طلبتهم مني نعاونكم يا خويا اللي نقدر عليها، والله الا عاونتكم باذن الله اللي نقدر عليها، حاجه ما نقدرش عليها نقول بلي ما نعرفش. انا ماذا بيا، ماذا بيا نخلو هنايا نعالجوا الامراض في القناه هذه، دوم نقول لكم علاه، انا باغي الناس قاعد تعلم. انا ما نقدرش نجاوبك في التعليقات، لازم شوف كيما نقولوا نخصوا نهار في السمانه نجاوبوا كاع الاسئله تاع الناس، ما جاوبش اليوم نجاوب غدوه، ما جاوبش غدوه من غد ولا يا خويا، معليش من السمانه يكون لي يا ربي سبحانه رزقنا بشويه وقت عادي كاع، ونعالجوا كاع الامور عامه كيما اليوم مثلا. سمعت اخي راك باين على بالي بلي ربي ديروا شغل جروب هكا وتهضروا على الشون ديك وتجيبوا لي، على بالي انا نعاونكم مش مشكل، بصح ماذا بينا نهضروا عامه في قناه، مهمش مهمش قناه تاعي، اي قناه سمعوا مليح خاوتي، والله الا العظيم ما بيا لا 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 ذي هذو المتتبعين مش عارف انا ابوني بزاف ولا ما لاباش انا هذا الصوره ما نعرفهمش، ما عندي علاقه ما تعدل لي لايك ديس لايك الله يسهل حبيبي، ما عنديش علاقه بهذا الصوره هذه صراحه. زيد واش نقول لكم، مش نيتي القناه ما انا شو شنو نحوس نحوس الناس، شو كونوا سي 48 ولايه، من كل واحد من كل ولايه يتعلم من الشونس صح، كي يكون واحد في الولايه يقدر يعلم الاخرين. انا ماشي نحوس على الالاف، ماشي نحوس على الالاف هذه صراحه، مانيش نقول هذا لا يعني يا خويا، مرحبا بالناس، مرحبا كاع خوتنا المسلمين، شرق غرب جنوب شمال، المهم مسلمين خويا، مسلمين مرحبا بهم، من غير المسلمين ما خصنيش حاجه اخرى، الله يسهل على كل واحد. والمسلمين يعني وين كانوا في انحاء العالم كاع يا خويا، هذو خاوتنا يا خاوتي، جميع الانسان اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله خوك عند ربي سبحانه، وهذا هو الصح، وهذه المنفعه العامه، ما تعاونش ابليس على خوك، عاون خوك على ابليس، الله يهدينا على كل حال، قوة الدعاء هذا هو الصح، الدعاء مخ العباده. معليش نزيدو نروحو للسؤال الرابع. بون سقسيني الاخ كمال قال لي العربي شوف واش من شون نزيدو للشون تاعي، اخي واش نقول لحبيبي؟ دوك عبا كون نهضر لك على الشونط واش راني نحس انا واش نبغي انا، عبالي بلي كاع المقان الله ولا طقهم ولا تبيعوهم ولا ما تكرهوهم منهم، بصح انا مانيش باغي نذرح لكم المقان تاعكم، ماشي حاجه مانيش نبخس في المقان تاعكم، ما نبغيش نذرح المقان تاع الناس، لو كان نقول لك المقان تاع صح كيف واش يكون وكيفاش يكون داير، عبالي تكرهو كاع المقان. معليش دوك نهضرو على فالور تاع المقان،
شوف اخي انت راك باغي تدري سي مقال اخويا، راك باغي تصنع شون شباب. بون هذاك المقال اللي الاخر خلينا منه، هذاك انا نحطه على جهه، ما نقدرش نقول لك انا واش نزيد له واش ما نزيدلوش باسكو ليا هاي صعيبه نوعا ما، وراه نخلطوا الشون دوك نفهمك خويا. انت راك باغي تخدم شون روحك صح يا خويا. انايا عندي مقنين شباب شويه فيه لا صورتي شابه، وعندي مقنين فيه لي باسات شابين، وعندي مقنين نقولوا فيه الرنات شابين. نوعا ما لازم يكون الهارموني تكون متقاربه. دقيقه برك واش كنا نقولوا؟ كنا نقولوا الهارموني تكون متقاربه. يعني كيفاش؟ انت عندك هذو ثلاثه مقانن، كل مره تروح تسجل واحد في نفس البلاصه في نفس الموقع بنفس الطريقه بنفس المسجل، سواء كان ايفون تليفون ولا كان لي سامسونج هذوك مسجلوا مليح ولا ريكوردر تاع الصحافه، يعني وبلاصه واحده باسكو ليا. دوك نفهمكم حاجه، عباك في الدريساج، في الدريساج الفرق يكون يسمع، عباك ولي مش راح يسمع غير المقنين يا راح يعالج قال اصوات ثلاثه في التليفون. يعني كي تسجل المقنين ثلاثه مقنين تسجلوا في نفس البلاصه راح باذن الله يعرف بلي نفس البلاصه هذيك هي يعرفها، باسكو يعرف من اصوات اخرين انت ما تلاحظهاش بصح هو يلاحظها. والله يبارك يعتمد لها حاسه السمع، يعتمد عليها بزاف اكثر من حاسه النظر. لهذا يا اخوان سجلوا في بلاصه واحده. واش ندير خويا؟ روح الانسان اللي يعرف يخدم الله يبارك يخدموا بلوجيسيال هذو كاع ويخدموا التقنيه تاع الشون هذو تغريد، خدم لها راك دو شون خويا. قال هذا عنده باسات شابين ندو منو الباسات ونديرو لهم خدمه، يا نديرو تيواطي نحطو مورا خدمه ودير مورا الباسات. بدوات هذا عنده بدوات شابين ندو بدوات شابين تاعهم، هذا عنده الرنات ندو الرنات تاعهم. ماذا بكم الرنات يكون الله يبارك يمقين يلعب بهم مع البارليات هذو هما الصح. والبدوات سوختو البدوات اول حاجه او في الدريساج اول حاجه تحط البدوات والبارليات، باسكو نقول لكم ليا الدريساج يبدا من البدوات والبارليات. واول حاجه الفرق راح يرفدها راح يرفد البارلي خاوتي، ما يرفد البدوات هذوك هما اللي يدخل في الشون، باسكو المقين يبقى عند العشي يبقى يعاود في البارليات بزاف والبدوات اكثر من الشون. الشون يبعد شويه نهار اللي يفرقوا شي يبدا يغني. الله يبارك فهمت اخي، لازم تدريسيهم في مكان واحد ومن بعد كيما تري شون وتلصق ما بيناتهم هاكا يولي عندك سجل شباب. نرجعوا لا فالور تاع المقنين الحقيقي، المقنين الصح واش يكون فيه؟ المقنين خاوتي الاولى تكون عنده لا صورتي الله يبارك لا باس مع بدوات ما شاء الله والبارنيت هذو مفروغ منهم، لازم يكون عنده بدوات شابين. الامر الثاني قلنا لا صورتي الله يبارك ما تكونش عنده مانيير واحده، يكون يخدم ميلودي بيوطي، يخدم لا ديسبيت، يخدم بالموندولين مثلا بالكلوشات هكا شويه لي مانيير، باسكو الفرق يولي يرفد يبدا لازم يرفد هادو. مع الوقت باذن الله ربي سبحانه وتعالى باش قدره ربي بارك يولي هو ينوع يعرف واش يدير، ما يوليش عنده روبير الله يبارك. ولا باز لا صورتي خاوتي. الامر الثاني باسادات، على الاقل المقنين عنده اربعه لي باسات، اربعه ولا ثلاثه يا خوتي معليش على بالي بلي ما كاينش مقال اللي ما عندهم خمسه وسته وسبعه قلال ما راح تسيبهمش. المهم على الاقل ثلاثه اربع باسادات، على الاقل ثلاثه اربع باسادات شابين. ماذا بكم الكاكا جيو طورو جيو الكاستانيت بلجيو وما على باليش كلوشات بلجيو ولا تشوتشو جيو ولا ستوك ستوك جيو ولا طفطف بلجيو. يا خويا واش نقول لكم، الفاصله اللي تسيبوها مليحه ديروها يا خوتي. فيما يخص الرنات، رنات المقي الله يبارك عباك لازم تكون عندو لا موندولين، لازم يلعب بالموندولين ولا بكاش كلوش موندولين ولا كاش لا شافريني الله يبارك، كاش كور شابه الله يبارك، هادو لازم يكونوا هادو برك فرنات. مريتو كاين لا بيكي رنات وكذا وكذا بزاف رنات والمورس اكسيتيرا الى اخره، بصح هادو الموندولين والكلوش والقرت وزيد لي شاف هادو ريني هادو اخواني البرت الله يبارك البرت يا خويا الصح قاسينا يا صاحبي البرت هادو ماذا بين المقنين يكون عنده يلعب بهم، هادو سموهم الشباح المقنين. ومن بعد خاوتي تجي الصح اللي بزاف ناس يخافي عليهم، لازم تشوف المقنين يا يكون فيه الطاوطاو يا يكون فيه الجوجو يا يكون فيه الدودو، هادو شوف ثلاثة. نقولكم على سبعة تشاوشاو باسكو تشاوشاو سيتا كودرو سينيور ممكن ما كينسيبو يديرو بلجيو ممكن ينسيبو يديرو فاس بصح شوف هاو ثلاثة الطاوطاو والقوقو والدودو على الأقل يكون واحد فيهم في المقن.
هذه خاوتي باش تخدموا تسجيله شابه، وتسجيله كيما قلت بقى عندك انتايا للشون تاعك، باسكو راه كاين مقال الله يبارك فيما فيهم صوالح شابين وفيهم صوالح عيال على بالي، حنا ندو صوالح شابين ندو خدمات شابين، راه كاين ناس الله يبارك يعرفوا يمونطوا الله يبارك يعرفوا يخدموا. سمعت اخي هذا هو الصح، هذا هو حقيقه المقني. البدوات والبارليات اللي تيواطي 3 مانيير ولا 4 مانيير اللي فاتت 4 ولا 5 ولا 3 الاقل رنه ولا زوج يلعب بها المقني، هذه هي ولا الدوداو ولا الطوطاو ولا القوقاو. خاوتي طرو السيتر تاع بكري اخويا تاع العاصمه قاعد تسيب فيهم الدوداو ولا القوقاو ولا الطوطاو، كاين اللي الله يبارك تسيب فيه زوج، كاين اللي الله يبارك تسيب فيه ثلاثه. هذا الشيء ما نقدروش نعرفه، هذا الشيء قدره ربي سبحانه. سمعتوا يا اخواني هذه هي حقيقه الامر، وربي يوفقكم ان شاء الله. هذا واش نقول لكم، ربي يوفقكم. الدعاء هو الصح، قادر دير هذا كلش ما يصدق لك والو بلا دعاء، الدعاء هو الصح خاوتي. بون نزيد واش نعالجو امور، واش نعالجو امور، روح نزيدو الامر الشرح تاع الموضوع اللي فات اللي ما هدرتش عليه. درت لكم خدمه باتادا ودرت موراتي واطي وقلت لكم سمونا هذه الخدمه هذيك الله يبارك، عم كاين الناس الله يبارك سموها لنا ما شاء الله. هذيك سيتون كاستانيات هذيك اخي، ما يشتروا سينور على كل حال، هذيك كاستانيات كاستانيات نورمال في رنا تاع كلوش صراحه، وانما كاستانيات كاين اللي بزاف يحسبوها كلوش، ماشي كلوش يا خوتي كاستانيات، قبل بلي في رنا تاع كلوش، وانما نرجعوا للخدمه تاعها الصحيحه. اما في الخدمه تاع تيواطي الله يبارك دار لا نون دو روسينور، ماشي كو دو سينيور، علاش قال لي كي يقول لي روسينور معليش يا خويا نتقبل الجواب تاعو صحيح الجواب تاعو، سي تاع نون دو روسينور هذيك كيدير كو ودير لا تيواطي، لا تيواطي صراحة هذيك نورمال ماشي حاجة اللي كبيرة، صدقوني بالله يا خوتي وتسمعوا لا صورتي اللي في راسي اللي كانوا عندي في القانون لي سيكتر الله غير تخلع. تعرفوا بلي لا تيواطي تاع الصحة كاين بزاف ناس ما سمعوهاش. هذه يا خوتي نجبا ندخل نرجع للهضرة تاع الماضي، عم بقولي ننظر ونولي ساجين الماضي عادي، بس واحد الان مازال ما قدرش نتغلب على الباسي هذاك. واحد كان يا صاحبي يسمع غير شويه كان يضل في الخلاء، والله غير يا خاوتي كي كنت في الخلاء بكري هما كون بلي ما كان خصني والو، ما خصني لا دراهم ما خصني لا مقانن ما خصني والو، مريت وما كنتش نعرف الشوم بزاف صراحه، ما كنتش نعرف الشوم بزاف الحمد لله يا ربي. المهم خاوتي واش نقول لكم، نزيدو نعطو نصيحة للناس اللي تتعلم الشون. اسمع يا اخي كاين بزاف ناس كانوا يهضروا معايا نعرف على من تعلموا ولا بالي بلي تعلموا من اليوتيوب، باسكو الهضرة تاعهم بالجواب تاعو كي جاكم عارفين علاني نقول لكم جاوبوني، باسكو نعرف ان الانسان هذاك واش راه متعلم ولا اسكو يعرف ولا ما يعرفش. اخي ياليك متعلم على اليوتيوب راني خاطبك انتايا مقبل والله غير شوفك باغي تتعلم، انسى انسى الدروس قاعدوك اللي داروهم لك انساهم انساهم حبيبي، باني لا غير تعلمت حسيتش راني نقول لك باني لا غير تعلمت، راح نعطيك لاباس تاع الشوان انا ماشي راح نعطيك نقول نعطيك كلش فهمتك، باليوتيوب ماشي راح نعلمك كلش نهضر لك صراحه، بصح نعطيك لاباس تاع المقنين وباذن الله راح نشوفوا طريقه، راح انا كيما نقول لك نخمو في طريقه راح تخليك تعلموا على الاقل 70%، 70% تكفيك. شوف انسان كي يتعلم 60% او ما شاء الله هنايا او تغلب على النص هذاك ويلي يفرق ويلي يعرف واش يربي هبطك. الخدمات الاخرين يا خويا كاين اللي الله يبارك باصا ماشي يسميها ولا غالوبي ماشي يسميه ولا غالوباج ما عرفش يسميه، هذيك يا خويا معليش المهم تعرف تربي المقنين، تعرف واش تربي، تعرف كيفاش تخدم، تعرف كيفاش دريزي. ها هو الصح يا خاوتي هذا هو الصح. بو كاين امر واحد اخر هاي تفكرتو، كاين بعض التعليقات نوعا ما نوعا ما شويه يكون الانسان يبغي يستفزك. اسمع اخي ما تشوفليش انا كي تكون غلط تقابرني في هذه ولا نقول لك ما نعرفش حاجه، انايا حاجه نعرفها انا نعلمها، حاجه ما نعرفهاش ما نهضرش عليها ما نكذبش، ما نديش شنو داروا الناس ما نديش ما نديش هكاك اخي تستفزني ولا تقعد، ما نكذبش باذن الله وما ندعيش المعرفه في شي صوالح. شوف كاينه حاجه الا عندك شرح ولا راك بغيت تعلمنا يا خويا تفضل، ولا راك بغيت تقرب على الناس وتخلي الناس تشوش على الناس اللي بغيت تعلم. لا لا يا اخي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، هذا حديث تاع الرسول عليه الصلاه والسلام اخي، الا كنت امن بربي والرسول اما نقتدي بهذا الحديث قول خير
ولا اسكت، خلي الناس تتعلم، ما تجيش انا تتلاخر عليا ومنا ومش عارف انا هذا الاسماوات وشغل دي طاح يا اخي، شنو انت مازال ما تعرفش الشغل؟ باسكو ليا كون تلاقى معاك راسي وراسك على بالي ما تفهم والو، ومانيش باين نرد الصوره باسكو ليا نخاف نطيح في الغرور ونخاف نطيح في الناس يقول لك هذو او يتكبروا الناس داير روحهم منا ويلعبوا، والله ما انا بغيت الهضره. تاج المرأة التواضع، انسان لازم يكون متواضع. سمعت اخي تعرف حاجه الله يبارك علم خوتك، ماش باي ماش بيتعلمهم، ما تجيش تقرب عليهم وتجي تخلط عليهم وكاع، باسكو رانا شايفين الله يبارك ما هذيك في ديك الوقت نعرفها، كاين ناس ما يبغوش يقراو يجوا يتلعونا بما نقراوش حنايا. اما لا لك ربي ما تكونش منهم انت، هذا واش كاين، هذه نصيحه. ولا تكمل في التقربيع يا خويا مش مشكل، والله الا داويتك باذن الله تبرى باذن الله. قدموا لك اسئله في الشون جاوبنا خويا مش مشكل، ماهيش مشكل خويا. وينيا ما نسبك ما نشتمك كيما داروا الناس، ما نكذا ما نعايرك ما والو، والله غير اخي في الله، وانما نعرف فاش الطريقه اللي نتعامل مع الناس. يقولنا نعرف الناس اللي يعرفوا الشون، نعرفهم مليح باذن الله، بمجرد يجاوبني نعرفه. هذه يا اخي اللي نقولها لك، مالا ماذا بيك، خلي الناس يتعلموا وخلونا كعائله، خلونا كعائله واحده، الله يحفظكم، خلونا نبنوا عائله، هذا هو الصح، هذا هو الصح اخواني. المهم خوتي واش نقول لكم، الله يفرقنا بلا ذنوب، هذا واش نقول، والله يجمعنا على ما يحبه الله ويرضاه. ونزيد ناكد على القانون اللي قلت لكم عليه، ديروا قانون ما بيناتكم، انسان اللي يسب 3 ايام في يدو، طولوا 3 ايام خويا هجرا، سقم روحو اللهم بارك، ما سقمش روحو نزيدوا له 15 يوم، ما 15 يوم ما كفاش، زاد عاود 3 طيح يا خوتي واش نقول لكم، راهي عندكم. انا نكمل معاه، انسان اللي يسب كيما كنكمل معاه. اما فيما يخص الشيء اللي كان بيتبنوه، هذه جمعيه الشون توحيد التغريد ومنه وكذا وكذا وذيك وذيك، لازم يكون عندكم شيوخ الله يبارك، وشكون هما الشيوخ هذ يكون يسار باش تقولوا نبنوا، ماشي ديروا روحكم من رئيسكم وتقولوا نديروا كذا علم التغريد وذيك وذيك، باسكو ليا والله واش نقول لكم يا خوتي، والله غير انا خاف هاكا نقول انسان ما تعرفش ولا حد خافنا نجرحه، صدقوني بالله يا خوتي لابريبار راكم تخلطوا، ما تعلمتوش الصح كاع، الصح كاع ما تعلمتوش، بصح بإذن الله نبرهن لكم مع الوقت، بإذن الله مع الوقت راح نبرهن لكم بلي لابريبار تاع الناس ما تعلم والو من اليوتيوب، باسكو ليا اللي كانوا يعلموا فيهم ما كانوش يعرفوا الشون، ما كانوش يفرقوا ما بين لي باساد والرنات وكذا وذيك، ما بين هذيك وذيك، لاخرات تقول لي كاستانيات، تهضر لي على التيورية، تهضر لي على وريو وريو ولا مش عارف شتاو داخل لي، تهضر لي واحد الصوالح ما كاش منهم، تهضر على صوالح حتى ماكش عارفها كاع بلي هذيك، وتفرشوا رواحكم كيقولوا هاي وين هذيك الخدمة، عباك الانسان وانت يقولوا الناس كي يجيبوا الامثلة يقول هذه الخدمة هذه، كما تعرفوا بلي صح ما يعرفش الشو. ومع الوقت ندير ديك الامثله ونقول لكم هذه شتاهي وتعرفوها باذن الله تولي تفرقوا، وقلت لكم بلي التفريق كي تولي تفرق وتكومباري فما تولي تعلم باذن الله. المهم خاوتي واش نقول لكم، ان شاء الله ما طولناش عليكم وان شاء الله استفدتوا، هذه كيما نقول لك مفهوم عام، ما عندناش كيما نقولوا حاجه اللي فريمون على الجوار، راني مع الوقت ما تقلقوش اللي يربح العام طويل، رانا كيما نقول لكم ماناش ناسينكم، رانا نخدموا باذن الله الامر اللي نبغي نديروه، وان شاء الله ربي يوفقنا واياكم. أيها خوتي صحة رمضانكم وصحة فطوركم، السلام عليكم.